تاريخ يندثر وينهار كل يوم على مرأى من المسؤولين المحليين بقسنطينة دون تحريك أي ساكن. القصبة العارقة تنهار وتطوي صفحة كثيرة من تاريخ مدينة، وأبناؤها مهددون بالموت تحت الأنقاض. يولانا يطلع الشكل أنا كيف عايشين، كاين اللي 8 في بيته كوزينة، كاين 8 اللي ما عندهمش الكوزينة، كاين اللي فيه 7، كاين اللي 22 سنة في بيت، وكلش كوليكتيف، ما سميوش كلش كوليكتيف. جيران المفروض ديال كل راشين طلقي ولاد كيلعبوا بالخلعه وتقعدي بالخلعه، كل ساعه تحضر دار، كل ساعه كذا واحد باش يبع بينا. كاين ناس بزاف قاعدين يقولوا راه حتى البلاد عايشين بيان، عندهم باطيمات كذا في رحمه ربي، ما عندهم حتى مشكل يقدروا يصبروا على الساكن هذا. مدوا الناس الكرابه، سكنوا هادو، سكنوا هادو، سكنوا الحوايج تاعهم، حتى البلاد خليهم للخرع. الدنيا كل رابت علينا، هاي رابت البارح غير ربي تفلكت على الاولاد، كانوا قاعدين قدامها غير ربي ماتوا، قطعه اولاد عندنا كل هاربين. والبلاد كامله، البلاد كامله، كل عندنا اللي ما واحد مدى، الدنيا كرشات علينا، ومنه من يجي يديوك. الانهيارات ليست المشكله الوحيده، فسكان القصبه يتخبطون في جمله من المشاكل. عندنا مشكل الاضاءه العامه، لهنا ظلمه، يعني ما كانش الاناره لهنا بتاتا. مشاكل تاع لجان المساكن الصغار اللي راهم فيه تدهور. يعني من ناحيه الولاد تاعنا مساكنهم عادي يتبعوا غير اصحاب العطروق، لا غالب ما عندهم شغل. يبقى سيناريو الانهيارات كابوسا يعيشه سكان وسط المدينه بشكل يومي، والقصبه خير مثال على ذلك، كما يبقى انشغال السكان مبهما وابواب الدائره مغلقه حتى في وجه الاعلام، فما بالك بالمواطن البسيط. من امام مقر دائره قسنطينه، كانت معكم عبير دريوك لقناه الشروق نيوز.